Gymnase Azuria. يلا يلا. اولا يعني من اللي يحلمون بس ابغى اعرف. لا اللي يحلمون هذه اغنيه مقدمه. هذه اغنيه بس انا اعتقد قناه الاي ار تي. لا. وخصوصا الجوله ما هي قناه طرف. لا احلام الشباب. يحلمون. اولا احنا تقدمنا بعرض كبير لنادي الوحده وهو 20 مليون ريال. معك فلوس. وانت على بالك يا ابو الشباب نبي ندفع. ضحكتني. عن عيسى المحياني لماذا لم يدخل النصر؟ لا ابدا عيسى المحياني انا اعتقد انه لا يستحق ارتداء فنيلة نادي النصر. يا اخي تصدق لو اني مثلك مصراوي لا اسك على نفسي في البيت اسبوع ما حد يشوفني ولا اشوف احد. احلمون احلمون. أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت انتقال عيسى الحياني من نادي الوحدة إلى نادي الهلال. الآن أعلن لكم عبر ERT 7 أنا عندي عقد مع ياسر القحطاني ب40 مليون. أنت بينا بسم الله عليكم أنت. في رضا الفريق النصراوي مساء امس؟ طبيعي ما في رضا، اكيد ما في رضا، لكن اللي نطلبه الحين النصر بخير الين يبعد عنا الاعلام الهلالي. انا اقول الاعلام الهلالي اللي رك طير النصر وقالوا الفريق المتطور وصدقوا وبنجنا الاعلام هز دول، مو عجزاني هز نادي اللي حاربنا من سنين. نادي الهلال نادي كبير، لكن شوف انا بختلف معك في حاجه واحده، مستوى الهلال من بدايه الموسم من أسوأ الى سيء. قم بس. لكن يا أخي الكريم أنا فريقي أفضل من فريق الهلال وادخل المباراة واصير أنا أسوأ من نادي الهلال في نفس الوقت، هذه مشكلة. هذه مشكلة جدا واضحة، عندنا مدرب سيء. النصر فايز 3 مباريات ورا بعض. فايز تقنعني فوز على الاهلي وعلى نجران، هذا فوز تسميه؟ شايفه فوز على الهلال اليوم اقول لك تفوز. قم بس. شايفه فوز على الهلال اليوم اقول لك تفوز. شايفه فوز على الهلال اليوم اقول لك تفوز. احلمون. إدارة النصر معليش حضور ما عاد في حضور، تعبنا ملينا، الأجيال هذه كلها ما عمرها شافت بطولات، يسمعون عن البطولات بس. معقولة؟ كأس الاتحاد ما هي بطموحنا. المصيفه هذه اللي احنا زعلانين عشانها ما هي بطموحنا، لكن نبي شيء بس، العالم تاخذ 3-4 بطولات. احلمون. لنا اكثر من 10 سنوات نتفرج على العالم. بطوله حق الموسم اللي فات. ما هي بطموحنا. بطوله بس ما هي مستوى النصر، نصر عالمي، نصر اول نادي اسيوي يروح لكاس العالم. وش تسمع؟ وش تبي اكثر؟ يا رجل ما في مقارنة، يا اخي تحطون انفسكم مع الفريق الفاشل هذا، ليه متعصب؟ لان ما في مقارنة، فريق الهلال فعلا زعيم بلعيبته، شفت شلون مسخرونا البارح؟ شفت شلون انتشارهم؟ يا رجل ما في مقارنة. معقولة؟ بالله شفت حركة صديق البارح، هذا مدافع، في مدافع ما يعرف يشوت كورة يخلصها من المرمى؟ عمركم شفتم مهاجم في الكرة الأرضية ما يعرف يطق راس؟ يا رجل غيام بلا بالاختصار الشديد فريق فاشل بمعنى الكلمة، فاشل. أي هونة وتهون يا رجل، لا هجوم لا وسط لا دفاع. والله العظيم قسم بالله أني أهنيكم على الفريق، يا عيني عليك يا عبد العزيز، يا عيني يا رجل مسي بمعنى يا فديت، أقسم بالله العظيم نجم. ليت الله ما خلق لي نصراوي. بس ما ادري وش اقول، وش اخلي. والفريدي اقسم بايات الله يا رجل تقول مارادونا يلعب بل، يا رجل ثقه يمسك الكوره، العن ام اللعب ما شاء الله تبارك الله، عيني عليه بارده ثقه. لا والفريق النصراوي يرجف لمسك الكوره، تكفى انت راح اخذ الكوره منه، تعزمون عليه ما شاء الله تبارك الله.
هذا اللعيبة، هذا المستوى، هذا الفريق. لا قلت فريق. قال ايش قال الديربي مع النصر؟ والله انك طقوع. اقسم بالله ان الطقوع انها انت، اذا انت نصراوي، اذا ما عندك خيرة على النصر، هذا مستوى تسميه؟ هذا فريق؟ اقسم بيت الله اني نصراوي، والله العظيم اني نصراوي متعصب بعد، بس انا اقول الواقع والحقيقة. فريق الهلال ما يساوى مع النصر بتة بتة البتاتة بتاتة بتاتة بطاطا، ما ادري شو يسمونها ذي. الله يلعن. انا مقدرين شعورك ومعطينك المايك، عادي عبر ما في رايك، لكن بدون لعن وسب. طيب لك احلى مايك وتكفى بدون لعن وسب. الله يسعدك. وارجع اقول يا جمهور الزعيم، والله ما في مقارنة، والله ما في مقارنة، والله والله ثم والله ما في مقارنة. يا رجل تعبون انفسكم وتقولون النصر والنصر، اذا جت مباراة مع النصر لا تقولون مباراة، قولوا فريقنا راح يتمرن بكرة معانا تمرين، تعالوا احضروا تتفرجون تعالوا. اما انك تقول مباراة مع النصر، يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل، وين 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 النصر؟ نعم الديربي، الديربي الرياض الهلال والشباب فقط لا غير. والله 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 بالله الكريم ما يعود اذا هذا مدربهم وصالح صديق والصقور موجودين. وريان بلا فريق كامل نايم قاعد يتمرنون. زعيم وده يستمر في تاريخ الحديث، يستمر في تفوقه واستمراره على فريق النصر. النصر ودهم بعودة، ودهم برجعة، ما ودهم بانتظار أكبر، ما ودهم بصبر أكثر. لسان حالهم يقول ناوي ان ترجع حبيبي، تعتذر عن كل شيء، بس انا خايف تجيني، ما تلاقي فيني شيء، ما تلاقي فيني شيء، ما تلاقي فيني شيء.